السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: بشمعة واحدة أزيلي كرشك مهما كان مدلدل ومرهرط. قناة أسرار الجمال الطبيعي. قناة أسرار الجمال الطبيعي أنا النهاردة بقدم لكم الفيديو بتاعها ببساطة شوية، لأن قديش عجبني الفيديو. قديش إيه؟ إحنا نجيب الشمعة، قديش شمعة كبيرة شمعة صغيرة قديش، ونخرطها بالسكينة حتة صغيرة ونسيحها على النار. نسيح الشمعة على النار زي ما إحنا شايفين كده، نسيح الشمعة على النار، نجيب قديش شمعتين ثلاثة قديش، وبعدين نقطعهم ونحطهم في حمام مية سخنة. بعد ما نسيحهم نحطهم عليهم زيت زيتون وكمون وقرفة وزيتون. زيت زيتون وكمون وقرفة وليمون. قرفة وليمون. وبعدين نجيب الشمعة بعد ما ساحت قديش، لا مش للشرب، ده للدهان. ندهنه على ايه؟ على البطن، ممكن على الدراعات، على الفخاد، على الهنش، على الفخاد من تحت، يعني اي منطقة فيها دهون نحط عليها الخلطة دي، ونعصر عليها ليمون كتير كتير كتير. وبعدين نجيب السكوتش اللي بيتباع في السوبر ماركت. السكوتش اللي بيتباع في السوبر ماركت ده زي البلاستيك كده، زي كاس البلاستيك اهي، زي كاس البلاستيك كده، وتتلف على الوسط زي قناة تجربتي مع ايمان كده وجيجي، واخد بالك؟ سيح وادهن ولف بقى على الوسط ونام. نام قديش كتير، قديش كتير، تنام كتير، هتنحف البطن وتخلي قوامك جميل جدا زي ياسمين صبري وهيفاء وهبي ونرمين الفقي. ايه الهجس ده؟ قناة اسرار الجمال الطبيعي. هجس. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ استكراد لخلق الله، استهبال لخلق الله. ايه الهبل ده؟ زي دعاء سهيل ام لغد جايه مستضيفها اتنين في برنامج اسمه برنامج مش بالحج، اتنين كده كل واحد 400 كيلو، وهي اساسا عندها لغد ودهون في الدراع قد كده. الله، طب ما كان القرد نفع نفسه. طب انت قلت لنا المشكله كده وحذرتنا من الهجاسين، الحل ايه؟ التخسيس ده يا جماعه عباره عن سعرات حراريه، يعني نظره هرمونيه للتخسيس ونظره سعرات حراريه. الهرمونات ان انا اقلل افراز الانسولين عشان ما يحصلش مقاومه انسولين. النظره السعرات الحراريه او الكالوريك اسبكت، انا داخل لي 10,000 سعره حراريه، بحرق 2000، هيتفضل 8,000 سعر هيتحولوا لدهون. عشان اخس لازم اتبع اربع خطوات رئيسيه: البعد عن الاربع سموم البيضاء، سكر، ملح، دقيق، زيوت ودهون مهدرجه، بالاضافه الى المسبكات طبعا بانواعها، المواد الحافظه بانواعها. تاني حاجه نشاط هوائي، اجري في الهواء مش تحت سقف ثابت، تحت سقف ثابت بيثبت الوزن، اجري في الهواء من نص ساعه لساعه، صيام يومين في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع، تمرين عضلات الجسم باوزان. لما عضلات الجسم تتمرن هيحصل زياده في معدل الحرق، الجسم هينزل. ممكن بقى تساعد جسمك بسليم سيف او كروماكس، لكن شمعه واحرقها ده هجس. قناة أسرار الجمال الطبيعي ده هجس يا قناة أسرار الجمال الطبيعي. قديش حبيت الفيديو وحبيتك خالص، قديش حبيتك. ايه الهجس ده؟ ده هجس جدا يا جماعة. أرجوكم ما تسدوش الكلام ده. أرجوكم، وده تحذير لقناة أسرار الجمال الطبيعي، زي ما حذرت قبل كده تجربتي مع إيمان وجيجي وكمية الهجس العالية جدا اللي بيضحكوا بيها على البشر. اقفل بقك واعمل رياضه، هو ده التخسيس. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتاجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.